صلى الله عليه وسلم على رسول الله. نبدأ محاضرتنا في مقرر الرياضيات التطبيقية لتمهيد ماجستير. في حنبدأ مرة أخرى نعود لدراسة المسألة أو مسألة كوشي. طبعا احنا قبل كده في المعادلات العادية مثلا for the second order differential equation كنا نأخذ المسألة بهذا الشكل dy f t u كنا نأخذ هذه المسألة ونأخذ initial condition مثلا initial conditions u of t naught مثلا بألفا و ديو دي تي تي نوت بيتا كنا نسمي المسألة initial value problem. طيب احنا الان في المعادلات inversion differential equations هنعمل analogous problem، يعني هنعمل نفس المسألة لكن في حالة ايه؟ هناخذ المسألة في حالة هل في حالة ايه؟ ordinary differential equations. احنا الآن هنعمل ايه؟ في حالة partial differential equations. هناخذ مسألة القيمة الابتدائية. طيب هنفترض أن لدينا مثلا هنأخذ مسألة محلولة بالنسبة هنأخذ مسألة مثلا محلولة for the second derivative of partial derivative with respect to y. يعني هنعتبر لدينا المسألة التالية محلولة بالنسبة لـ second derivative f x y u x u1 uxx و uxy هذه المسألة محلولة بالنسبة للy مسألة من second order partial derivative with respect to y and the independent variable xy. طيب نسمي هذه مثلا 4 بوينت هاخذها بنفس التقييم الموجودة معنا في الكتاب 4.11. أنا رفعت على الموقع بعض الكتب اللي حنستفيد منها إن شاء الله في مقررنا. طيب و حنعمل بعض الشروط u at x y not ويساوي f of x وشرط برضه عند ال y at y not برضه حنسمي الشرط g of x. طيب فهذه المعادلة المسألة هذه مسألة القيمة الابتدائية هي مسألة اللي هي analogous للمعادلة المسألة الابتدائية في حالة الـ ordinary differential equations. طيب احنا في الحقيقة اللي نريده احنا عاوزين الحل لهذه المعادلة والتي تحقق هذا الشروط. بالتالي the problem of determining the solution of equation 1 satisfying the initial value the initial conditions. طيب في الحقيقة هذه المسألة برضه حنقول عليها مسألة الايه؟ برضه حنقول عليها مسألة الانيشيال حنقول عليها انيشيال value problem حنقول عليها برضه ايه مسألة القيمة الابتدائية يعني اللي احنا عاوزين نقوله هذه المسألة مماثلة او analogous للمسألة في المعادلات العادية. مثلا احنا قبل كده كنا نقول ايه مثلا لمسألة القيمة الابتدائية لو تفتكروا كان في عندي
كان في عندي تطبيق مثلا الويف كويشن، مثلا اكزامبل الويف كويشن يو تي سي تربيع يو اكس اكس، و تحقق الانيشال كونديشنز الموافقه للشروط الاتيه او اكس و تي نوت، مثلا كنا نقول يو نوت اوف اكس و يو تي ويسال في نوت اوف اكس. طبعا هذه مساله مثال على انيشال فاليو بروبلم للفابريتنج سترينج، اللي هي اهتزاز سلسله. لو في عندي سلسله مهتزه حتكون المساله هي ايه؟ ايجاد الحل لهذه المعادله او معادله الوولف كويشن والتي تحقق ليه؟ والتي تحقق هذه الشروط الابتدائيه. طبعا باعتبار ان اليونت اوف اكس هي عباره عن الانيشال ديبليسمنت الازاحه الابتدائيه، واحد يعتبر الفي نوت اوف اكس هي عباره عن الانيشال فيلوسيتي او السرعه الابتدائيه. طبعا احنا في الحقيقه ناخذ الشرط الشروط الشرط الابتدائي او في مساله قيم ابتدائيه في الغالب الشرط الابتدائي حيمثل لي الداتا او المعلومات عند واي سي واي نوت، لكن في الحقيقه احنا ما ناخذهاش بمحاذاه الواي نوت، احنا ندخل مثلا او نحط هذه الشروط على كيرف معين في مستوى اكس واي. طبعا هذه المساله الانيشال فاليو بروبلم، الانيشال خلينا نرمز لها كذا انيشال فاليو بروبلم، نستطيع نقول عليها ايه؟ مساله كوشن. يعني مساله الانيشال فاليو بروبلم المرادف لها، يعني لو قلنا هذا الشرط او هذا التعريف او هذا المصطلح يعطيني نفس المعنى اللي هو عنوان محاضرتنا. اذا حنقول كوشن او كوشن بروبلم، اذا لما نقول مساله القيمه الابتدائيه الانيشال فاليو بروبلم او نقول كوشن بروبلم هي نفس التعبير او نفس المرادف. طيب ناخذ معادله بسيطه من الرتبه الثانيه، كنا زمان استنتجنا لها المعادلات المميزه، حنحسبها الان بشكل اخر. حنقول مثلا let us consider the equation التالية، خذ المعادلة أو يو اكس اكس زائد بي يو اكس واي زائد سي يو واي واي ويساوي، وحنجمع الحدود اللي فيها اكس أو اللي فيها واي أو اللي فيها يو أو يو اكس أو يو واي، حنحطها تحت مسمى اف، خلينا نسمي دي 4.13. طبعا الثوابت هنا الـ A والـ B والـ C are functions of x y. الـ A والـ B والـ C عبارة عن دوائر في الـ x و الـ y. حنقول where الـ A و الـ B و الـ C هي عبارة عن are functions of x and y. طيب حنفترض ان حنقول برضو ايه؟ ليت حناخذ النقطة اكس نوت وواي نوت تمثل دي نوت، حنفترض انها تمثل نقاط على هاي النوت. نفترض ان النوت عباره عن سموث كيرف، سموث كيرف
طيب طبعا في مستوى اكس واي بلين، طيب هنمثل هذا المستقيم او هذا المنحنى بارامتريا، هنمثله بارامتريا بالتالي. اذا هنقول let the parametric equations of this curve على ال نوت، هنمثله بارامتريا x نوت، هندخل وسيط افتكر زمان كنا نتعامل بهذا الشكل، وندخل ايه وسيط معين. الوسيط بتاعنا ايه؟ اللندا، هذا اللندا اللي هنا هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بارامتر. طيب هنفترض برضو هناخد دالتين، هنسمي اف لندا وجيل اف لندا، هذه الدالتين هنوصفهم على بمحاكاة المنحنى المود. إذن برضه هنفرض هنقول وي سبوز ذات تو فانكشنز، هذول حنسميهم اف اوف لندا اند جي اوف لندا، هنوصفهم بمحاكاة المنحنى او الكيرف النوت. هنقول ار prescribed along بمحاذاة الكيرف النوت. طيب الآن هذه معادلة فاضلية جزئية من الرتبة الثانية، كتبناها بهذا الشكل، وقلنا حيث الدوال هنا اي بي سي عبارة عن دوال في اكس واي، و افترضنا ان الاكس نوت والواي نوت عبارة عن نقاط على الام نوت والام نوت في الاكس واي بلين، وعبرنا عن هذا المنحنى بارامتريا باستخدام الوسيط لندا، وافترضنا انه عرفنا الدالة اف لندا ودي اف لندا بمحاذاة هذا الكيرف. الآن نأتي لنقطة مهمة، الآن نقول مسألة كوشي، ما هي مسألة كوشي؟ هي إيجاد الحل يو لهذه المعادلة والذي يحقق الشروط التالية. إذا الآن هنعرف مسألة كوشي، نقول مسألة كوشي في الحالة أهو، نقول ذا كوشي بروبلم، ذا كوشي problem is now، راح نعرف الآن، وعبارة عن determining the solution يو اكس 1 للمعادلة 4.1.3، بحيث طبعا بجوار الكيرف اي نوت، بحيث يحقق الشروط، شروط كوشي. خلاص مش حنقول انيشال كونديشن، حنقول ايه كوشي انيشال. اذا حنقول ان في جوار ان ذا نيبر هود ان ذا نيبر a big war of the curve النوت، بحيث يحقق يعني حنوجد الحل ساتسفاي، حنوجد الحل يو اكس بجوار النوت، بحيث هذا الحل ساتسفاي، بحيث يحقق لي شروط كوشي. راح نحط شروط كوشي كما هي، ساتسفاي the Cauchy conditions. ايش الشروط؟
أول شاب يود سير إف أوف لندن يحسمي 4.15 إيه، والشاب الثاني اللي هو المشتق تاع يو إن تساوي بي أوف لندن ونسميه 4.5 بي. طبعا الشروط على هذه الشروط on the curve النوت. طبعا احنا الان هنا نقصد فيها الان هي عباره عن الدايركشن اوف ذا نورمال تو النوت، يعني هذا النوت منحنى وهذا اللي النورمال. فالان الان هي عباره عن اتجاه از ذا دايركشن نورمال of the normal وعبارة عن اتجاه المستقيم العمودي على الايه؟ على الانوت. طبعا هذا المستقيم يقع على شمال النوت in the counterclockwise direction. طيب نجي الآن ل طبعا الهدف عشان بس ما نتوهش، احنا الهدف حنوجد الآن هذه المعادلة في الحقيقة تعاملنا معها سابقا. الهدف الآن ان احنا حنوجد الحل هذه المعادلة، حنبدا نوجد المعادلة المساعدة او المميزة، وبعد كده باستخدام هذه المعادلة نستطيع نوجد الحلول، و هذه الأفكار بعد كده إيه موجودة لدينا سابقا. طيب فراح افترض أن الدالة إف أوف لندا ديفرنشبل قابلة للاشتقاق بمحاذاة الـ إل نوت. إذا حنقول هنا إف ذا فانكشن إف أوف لندا إز ديفرنشبل ذن ألون ذا كيرف إل نوت وي هاف لدينا التالي ديو وذ ريسبكت تو لندا. حروح اشتق ايه؟ حروح اشتق طبعا احنا عندنا الاكس حتكون اللندا حيكون في عندي مسارين، في مسارين للتوصل ل اللندا، في عندي مسارين، يعني انا عندي اليو عندنا في اكس و لو ادخلنا بسيط لندا، بالتالي حتى اصل الى لندا احتاج مسارين، اشتقاق جزئي بالنسبه للاكس وبعد اشتقاق عادي بالنسبه للايه؟ للندا. وبعد الاشتقاق بالنسبه للواي جزئي بعد كذا واي بالنسبه للايه؟ للندا. بالتالي حق عندي حق البرشل يو وذ ريسبكت تو اكس، انا عندي هنا مسارين في مسار واحد، بالتالي حتبقى مشتقه العاديه دي اكس دي لندا زائد المسار الثاني برشل واي بالنسبه للواي في دي واي بالنسبة لي لندا. طيب وبالنسبة للاشتقاق الان برضو حنقول ايه؟ برشل يو اور ديو برشل يو وذ ريسبكت تو ان برضو حاشتق اليو بالنسبة للاكس برشل يو ريسبكت تو ان هنا طيب لا ان ان في دي اكس برضه نفس الحكايه لما حشتق بالنسبه ل ان حيبقى برشل يو ريسبكت تو واي. طبعا النورمال والحاجه الثانيه احنا بامكان نرجع مره اخرى، يعني لو تفتكروا تعاملنا معاه بشكل كثير عند دراستنا للتفاضل والتكامل المتقدم، بامكانكم ترجعوا لو احتجتم لها لما نحتاجها. طبعا الشقاق هنا ديو بالنسبه للندا اللي حق دي اف ودريسبكت تو لندا، دي اف ودريسبكت تو لندا ونسميها حنحتاجها بعد قليل. طيب وهذه حتكون ايه؟ حتكون الدامج جي اوف لندن.
طيب هنا لو استبدلنا الدي اكس بريسبكت تو ان بماينس دي واي دي اس، واستبدلنا هنا الدي واي دي ان دي واي دي اكس دي اس، هنحصل على التالي. إذا هنقول ايه؟ بات دي اكس يساوي دي واي دي اس و دي واي يساوي دي اكس دي اس. راح اضغط عليه مباشر، طبعا هي بنية المعادلة اهو، والمعادلة التي هحصل عليها الآن معادلة جديدة اللي هحصل عليها with respect to n هتبقى partial u with n يساوي partial u x minus dy ds زائد طب اسمي المعادلة 4 هنا 7 1 8 طيب انا لو اخذت المعادلة واحد ستة والمعادلة ثمانية، لو اخذت هذا الطرف طبعا هنا سلبي، لو اخذت هذا الجزء وهذا الجزء عندي سيستم اوف تو كويشنز، احنا عاوزين نحلهم بالنسبة للايه؟ بالنسبة لليو اكس واليو واي، عاوزين نحلهم يعني استطيع اكتبها بهذا الشكل، اهو المعادلة 6 و 8 استطيع اكتبها بهذا الشكل دي اكس دي لندا دي واي دي لندا، وهنا عندي ماينس دي واي دي اس دي اكس دي اس، يعني هكتبهم على يدي عليه معادلة مصفوفين، هنا برشل يو with respect to x، هنا برشل يو with respect to y، اليوم يعني هنا كأنه هنا معاملة يو اكس، هنا معاملة يو واي، والطرف الآخر اللي هي دي في، وعندي هنا طيب الآن لما اريد احل بالنسبه ليو اكس يو واي حضرب الطرفين في الانفيرس لهذه المصفوفه، اليس كذلك؟ حضرب الطرفين في الانفيرس، انفيرس هذه المصفوفه عشان اجيبها هنا، وبالتالي استطيع اوجد قيمه اليو وذ ريسبكت تو اكس واليو وذ ريسبكت تو واي. طبعا في هذه الحاله هشترك انه هذا المحدد ماذا؟ نان سنجلر ليس الصفر. إذا في هذه الحالة هنقول إيه؟ إذا هنقول since طبعا خذ المحدد دي إكس دي لندا دي واي دي لندا سالب دي واي دي إس، وافق هذا المحدد وقلنا ليس صفر، هضرب هذا المقدار في هذا المقدار ناقص هذا المقدار في ايه؟ في هذا المقدار، احصل على التالي، حيديني دي اكس تربيع، هنا حيبقى ناقص ناقص حيبقى زائد دي واي تربيع، وهذا المقدار اللي في المقام حيكون ايه؟ نفس لو جمعتهم يعني بعد التجميع حيبقى دي اس، حتى اضرب وارجع اجمع. يعني افك المحدد فك عادي وبعدين اجمعه واحصل على هذا المقدار. طيب لو افترضت ان هذا المقدار هذا المحدد لا يساوي الصفر، بالتالي استطيع احسب قيمه اليو اكس واليو واي. بالتالي خلينا نسمي ده ايه؟ ستار. اذا هنقول ايه؟ سنس هذا المحدد لا يساوي الصفر، بالتالي استطيع ان انقل هذه المصفوفه للطرف الاخر انفرس لها واحصل على ايه؟ اليو اكس واليو واي. اذا نقول it is
since it is possible to find ux and uy على المنحنى L not from star. يعني استطيع اوجد قيمة ال ux وال uy من هذا. طيب طبعا ال ux وال uy معلومة على المنحنى L not، وبالتالي نستطيع نحسب المشتقات الثانية. إذا حنقول هنا حنقول نعم ذات اليو اكس واليو واي ار ناو اون ال، وبالتالي نستطيع نقول ايه we find، نستطيع نحسب المشتقات العليا لهذه المشتقات، يعني نستطيع نحسب u x x u y y u x y. بالنسبة للمدى I would respect to lambda. طيب بدنا نرجع للمعادلة السابقة بتاعتي ايه، وراح اشتق اشتق بالنسبة للندا. طب اروح للمعادلة او اشتق هنا، اشتق هذا الطرف اروح للبرشليون with respect to x ونشتقها بالنسبة للايه؟ للاندا. طبعا احنا قلنا قبل قليل لما عرفنا اليو لما اريد اوصل للاندا حيكون في عندي في الحقيقة في عندي مسارين، وبالتالي حروح اشتق هذه المشتقة مرة ثانية بالنسبة للإكس في إكس بالنسبة للواي، واشتق أكبر بالنسبة للواي لأنه في عندي مسافة بالنسبة لي بالنسبة لليو أو المشتقات، يعني المشتقة بالنسبة للإكس حيكون فيها مسافة إكس واي، والإكس حتكون معرفة أو الفرع لها لندا والواي برضه لندا. طيب إذا حشتقها المشتقة الثانية بالنسبة لإكس في إكس في دي إكس بالنسبة لندا. طيب زائد برضه حشتقها بالنسبة للواي لأنه في عندي مسار آخر برضه حيوصلني للإيه؟ للواي. في دي واي بالنسبة لي لندا. أسمي لي 4.1. طيب برضو حروح اشتق المشتقة الثانية بالنسبة للواي بالنسبة للندا. اشتق برشا اليو فبدي اشتق بالنسبة للواي، اشتق بالنسبة لي الواي، يعني حبقى اشتق بالنسبة للواي سكند ديريفيتيف وذ ريسبكت تو واي في دي واي دي لندا. السكند باقي معايا مسار اللي هو الاكس، بالتالي حرف مشتق بالنسبة لي اكس واي في ايه؟ في دي واي وذ ريسبكت تو لندا، واسمي دي 4.12. طيب طيب لدي هاتين المعادلتين، من المعادلتين التاليتين والمعادلة الأصلية حنستنتج حنحصل على المعادلة المساعدة، والتي زمان في مقرر المعادلات
الانترودكشن استنتجناها باسلوب اخر. هنا بدأنا بهذا الاسلوب. طيب لو رجعنا لمسألتنا الاولى اهو حركات مره ثانيه او ايه بارشل يو وذ ريسبكت تو اكس زائد ان بي بارشل يو وذ ريسبكت تو اكس بارشل واي زائد ان سي بارشل يو وذ ريسبكت تو وهذه يسويها اف. احنا نسميها مرضي 4-1. طيب في حقيقة طبعا انا عندي هنا المجاهيل اليو اكس اكس يو اكس واي يو واي واي. بالنسبة للاف از ناون، الاف ناون واليو اكس إذن أنا حقول عليه ناون يعني معروف معطى. بالنسبة لليو اكس و اليو واي احنا لسه ايه؟ لسه حنقول هاف بين فاوند، لسه حسبناه من قبل قليل. اليو اكس ذا فيرست بارشال ديريفيتيف وذا اكس اند يو واي وي هاف بين فاوند، لسه احنا حاسبينه. وبالتالي المجاهيل اللي عندي حنعمل نفس القصة. هروح اكتب ايه؟ حكتب هذا السيستم بي هذه الثلاث المعادلات عشان احسب نفس الحكايه. حب كاتب ايه؟ حجيب هنا دي اكس دي لندا، يعني كانه هنا في العمود الاول حاخذ معاملات ايه؟ معاملات ذا سكند بارشال ديريفيتيف وذ ريسبكت تو اكس. هنا حاخذ معاملات المشتقه المختلطه، يبقى دي واي دي لندا. هنا ما في حاجه، حيبقى بصفر. اجي للمعادله الثانيه هنا بصفر، لان معاملات المشتقه وذ ريسبكت تو اكس ما في. اجي للمشتقه المختلطه اللي حتكون ايه؟ المشتقه المختلطه حتكون عباره عن دي واي دي اكس دي لندا. وكان دي اكس دي لندا، وبالنسبة ليو واي واي هتبقى بايه؟ من هنا من المعادلة ايه؟ دي واي دي لندا، لأنه هنا بص معايا المجاهيل اللي هو ايه؟ يو اكس اكس هنا المشتقة المختلطة، هنا يو واي واي. والطرف الآخر اللي حيبقى عندي ايه؟ في مسألتنا هنا صفر صفر، هنا عندي ايه؟ طبعا المعادلة الثالثة الأخيرة المعاملات المشتقة الثانية ايه؟ المشتقة المختلطة بي، المشتقة بالنسبة لواي. ونروح نفس القصة، حكون احنا عاوزين نوجد الحل، وبالتالي حيكون في عندي شرط انه المحدد ايه؟ لا يساوي الصفر. فراح افك المحدد، خلوني اسميه دي مثلا ايه جي، لان حقول المحدد جي يساوي اوجد محدد هذه مصفوفه، افترض هذه مصفوفه جي، اذا المحدد ونفك المحدد ثلاثه في ثلاثه، اذا حقول المحدد جي يساوي، واروح افك المحدد فك عادي جدا حقول دي اكس دي لندا ماينس دي دي اكس دي لندا دي واي دي لندا زائد ان اي دي واي وذ ريسبكت دي لندا اي سوري الصفر. اسمي المعادله 4-1. طيب طبعا هنا لو بسطنا، لو قمنا بالتبسيط، هنا دي اكس دي لندا، لو عملنا بعض التبسيطات حنتوصل الى التالي. يعني لو احنا نقسم جميع الاطراف على هذه القيمه، هنا حتبقى فقط ايه؟ دي واي دي اكس، وهنا حيتبقى لي ايه؟ دي
دي واي دي اكس. لان نقسم على المقدار هنحصل على نقول ذا ايكويشن او بعد القسمة على معامل سي هنحصل على A dy سالب B dy زائد C يساوي صفر. وهذه في الحقيقة هي الـ is the characteristic equation. طيب وبالتالي حنستنتج احنا هنا ايه؟ ان للحصول على المنشأة الثاني على المنحنى النوت افترض لا يكون منحنى مميز. طيب اذا الخلاصة من هنا حنقول ايه؟ it is the evident أن that the necessary condition الشرط الضروري للحصول على for obtaining the second derivative. إذا الشرط الضروري للحصول على المشتقات الثانية the second derivative or derivatives على المشتقات الثانية is that the curve النوت هذا الكيرف النوت اللي قلنا في البداية احنا الانيشال كونديشن ليس من الأساسيات ان احنا نقول at y not احنا نحط الشرط على منحنى في المستوى اكس واي وبعدين هذا المنحنى نمثله ايه؟ نمثل هذا المنحنى نمثله بارامتريا وكان عندي البارامتر لندا فاحنا توصلنا الى هذا الشرط انه عندي هنا معادله المعادله تساوي الصفر وبالتالي هذا المنحنى لن يكون ايه؟ منحنى مميز. The curve النوت must not be a characteristic و 4.15 اللي هي الشروط بتاعتها لو كان المعاملات دوال تحليلية في هذه الحالة المشتقات من الرتبة العليا بالإمكان نحن نحسبها بنفس هذه المعادلة. إذا حنقول ملاحظة if the coefficients إذا كان المعاملات if the coefficients of equation 4.13 وشروط initial conditions أو كوشي
condition, and the functions. قال لي الاف لطب جي لمبا 4.1. لو كان الدوال التحليلية ار اناليتيك في الحالة حقول ايه ذن يحن سنتجو اول ذا دريفتيف اور ذا دريفتيفز للرتب العليا of higher orders يمكن أن أحسبها can be computed بالمعادلة السابقة اللي حسبناها by the above process. في هذه الحالة الحل نستطيع باستخدام مسلسل تيلر نكتبه بهذا الشكل، يعني المعادلة السابقة لو كان عندي الدوال لو كان المعاملات يعني الـ A والـ B والـ C والـ F والـ G، لو كانت دوال تحليلية في هذه الحالة المشتقات من الرتبة العليا نستطيع حسابها ومعالجتها بالأسلوب الـ A بالأسلوب السابق. في هذه الحالة الحل في هذه الحالة حنقول ايه الحل يمكن كتابته بهذا الشكل، حنقول the solution can be represented in the form can be represented يمكن أن نمثل represented in the form of a Taylor series يمكن كتابته بهذا الشكل U of X Y summation n from 0 to infinity وعندي k من 0 إلى n 1 على مضروب k u not x not k y not n minus k في x minus k y قص n minus k نسمي ليه 4.1
وعندي مشتقات اخذ المشتقات او يو بعد كذا يو اكس واحد الى حد يو اكس ان اخذ المشتقات المختلطه بالنسبه لاكس واحد اخذ برضو يو اكس يو اكس واحد واي يو اكس اثنين واي الى حد يو اكس ان واي بعدين يو اكس واحد اكس اثنين الى حد يو اكس ان اكس ان سمي الاربعة بوينت اثنين واحد مع الشروط التالية. يعني احنا قبل قليل اخذنا المسألة المعادلة لما يكون عندي متغيرين مستقلين هنا حيبقى عندي ايه؟ في هذه الحالة في عندي n متغير مستقل حيبقى من x واحد إلى x n. طيب زاد الـ initial conditions التالية u تساوي f x واحد x n والمشتقة بالنسبة لـ y g of x واحد في حالة
نذهب للباك اكويشن وناخذ الديريفتيف اكويشن. مثلا لو خدنا اليو اكس يو 1 1 والانيشال كونديشن ليو اكس وصفر ساين صفر، اعتقد احنا قبل كده وجدنا الحل باستخدام فصل المغيرات لمثل هذه المساله. واحد على هنا و... طيب الحل لهذه المسألة أو مسألة كوشي هنا هي عبارة عن solution، the solution of this problem، ويمكن احنا نعوض فيه ونتحقق اللي هو n سالب 2 في ساين هايبربوليك n1 ساين ان اكس. طيب طبعا في الحقيقه ما فيش مشكله عندي هنا بالنسبه للانيشال هنا ان ماينس 1 ساين ان اكس، هذه حتقول الى السطر بشكل منتظم، هنا ما فيش مشكله از ان تقول الى ما لا نهايه، لكن في الحقيقة الإشكالية فين؟ الإشكالية في الحل، هنا في الحل. حيكون معنا مشكلة هنا. المشكلة هنا إنه الـ n سالب 2 ساين هايبربوليك n y في ساين n x في الحقيقة لو زودنا الـ n يكون معنا n قيمة كبيرة، هذا المقدار لن يصبح صغير. طبعا لو اخذنا برضه الاقوال صفر، فهذا المقدار لم يكن صغير. Does not become وبالتالي الحل لن يعتمد بشكل متصل على الداتا الموجودة، الداتا اللي عندي هنا. وبالتالي الحل ومن ثم حنقول على هذه المسألة not most problem، يعني حنقول على هذه المسألة كون الحل هذا اللي هو الحل لا يعتمد على الانيشال داتا بشكل متصل، وبالتالي حنقول هذه المسألة not post problem. طبعا هذا مثال على قلنا بالنسبة لمسألة كوشي المعادلة السابقة هي سهلة، لكن في حالة النون هايبربوليك حيكون فيها صعوبة. طيب لو رجعنا للمعادلة التفاضلية أو لمسألة الموجة، ماشي نمشي بنفس الأرقام اللي عندنا، لو رجعنا للهوموجينيوس ويف إيكويشن. طيب دراسة مسألة كوشي للمعادلات التفاضلية الجزئية الهايبربوليك هي طبيعية. في الحقيقة احنا حنبدأ نبحث أو حنبدأ في الحقيقة بالحاجة البسيطة السهلة، نبدأ بال one dimension، يعني حنأخذ الويف إيكويشن حنبدأ بال one، يعني الطبيعي أثناء دراسة مسألة كوشي نبدأ بال one dimension بعدين two dimension وهكذا. طيب طبعا هذه معادلة الويف إيكويشن يو تي، طبعا هذه المعادلة في الحقيقة ماشي غريبة علينا، احنا قبل كده أوجدنا حلها ب
بفصل طيرات وقدر حلها بطريقة كاركترستيك ميثود. طيب فباستخدام طريقة طبعا الكاركترستيك ميثود نرجع للقراءة مرة أخرى، فراح استخدم طريقة الميثود أو ميثود كل بار ذا method of characteristic طيب باستخدام هذه الطريقة التي درسناها سابقا كنا نوجد في البداية نوجد المعادلات كنا نشوف في البداية نوجد المعادلات المميزة، احنا كنا نستخدم المعادلة المساعدة بعدين نوجد المعادلة المساعدة بعدين المنحنيات المميزة بعدين ندخل المقارنات الجديدة لحد ما نحصل على الحل بإمكانكم العبور عليه. فكنا نوجد المعادلة ماينس سي تربيع دي تي تربيع يساوي صفر. طبعا هذه هي عبارة عن دي اكس ماينس سي دي تي في دي اكس زائد سي دي تي، ونحل كل معادلة على حدة، نحل كل معادلة يعني أضع. إذا هذه المعادلات نقول عليها المعادلات المساعدة اللي الكاركترستيك ايكويشن، وبعد كذا أكاملها أحصل على المنحنيات المميزة. يعني احنا باخذ دي اكس ماينس يساوي صفر واخذ ايه دي اكس زائد دي تي يساوي صفر ونكامل المكامله حيجيب لي ايه؟ ذا انتجرالز هو عباره عن ستريت لاينز، يعني لما اوجد التكاملات هنا حيجيب لي ايه؟ التكامل حيجيب لي اكس ماينس سي تي يساوي سي واحد، هنا حكامل دي اكس باكس زائد سي تي يساوي سي اثنين. هذه كنا نقول عليها المنحنيات المميزة، طبعا بالنسبة لمنحنياتنا بسيطة، هذه عبارة عن إيه؟ عبارة عن ستريت لاينز. طيب وبعد كذا كنا إيه؟ طبعا هذه الحاجات إحنا درسناها قبل كذا بالتفصيل بإمكانكم الرجوع إليها. كنا ندخل الإحداثيات المميزة أو الإحداثيات الجديدة. كنا الأول نفرض فيه كنا نقول إكزال يساوي مثلا إكس بلاس سي تي وإذا x ماينس ct، بعد كذا نحصل اليو اكس واليو اكس اليو تي واليو تي تي واليو اكس اكس وهكذا، هذا يحول لي المعادلة، هيحول لي معادلة الويف ايكويشن إلى التالي، يعني أقول وي اوبتين، طبعا لو حسبتم اليو اكس اكس هذه الحاجة مش هشرحها لأن احنا هي بإمكانكم ترجعوا ل هذا الشيء اللي درسناه قبل كذا وشرحناها، و يو تي حتبقى ب سي تربيع في اكزاي اكزاي ماينس 2 يو اكزاي ايتا زائد يو ايتا ايتا، ونعوض في المعادلة الفاضلية في معادلة الويف ايكويشن نحصل على، يعني باستخدام هذه التعويضات حيبقى معايا الحل أو المعادلة في حالة الكانيكال فور أو ماينس 4 سي تربيع يو اكس اي ايتا. أحول المعادلة إلى معادلة بسيطة جدا. طبعا كون السي عندي لا يساوي الصفر، بالتالي مين اللي حيساوي الصفر؟ اليو. نحط السي لا يساوي الصفر، وبالتالي مين اللي حيساوي الصفر؟ يو اكس اي ايتا اللي حيساوي الصفر. حكامل هنا مرتين، حكامل مرتين، مرة بالنسبة لاكس اي واعتبر ايتا ثابت، وبعدين بالنسبة لإيتا أعتبر إكس زائد ثابت. يعني أنا حكامل مرتين في البداية، حكامل بالنسبة للإكزال وأعتبر الإيتا ثابت. إذا حتنخفض الرتبة، ما دام اعتبرت الإكس زائد ثابت يبقى الدالة بتاعتي إيه؟ الدالة بتاعتي إيه؟ الثابتة.
الثابت او الداله الاختياريه حتكون بالنسبه لايتا، هذا مكامل بالنسبه لاكزاي. برضه كامل مره ثانيه بالنسبه لايتا اعتبر الاكزاي ثابت. اذا حيبقى عندي يو اكزاي ايتا كامل بالنسبه لايتا، يعني حيبقى تكامل بالنسبه لايتا ما دام اعتبرت الاكزاي ثابت. اذا حضيف داله حقول عليها اف اكزاي. طبعا الحين استطيع هذا التكامل مثلا استطيع اشيله واحط بدال اكسايت اوف ايتا، يعني بالتالي الحال تبعي في الحال حيبقى بهذا الشكل اكسايت اوف ايتا زائد فاي اكزاي. وارجع لي المتغيرات القديمه، ارجع لي المتغيرات القديمه، ارجع للمتغيرات القديمه هيبقى يو اكس وتي يساوي، وارجع اجيب الايتا هنا هيبقى ابسايت ماشي. خلينا نكتب هذا الاول، هيبقى اكس بلس سي تي زائد ابسايت اكس ماينس سي تي. طبعا هذا الجنرال سوليوشن احنا لدي في مساله كوشي شروط نستطيع من نحسب الفاي والايه والابسايت. لو رجعنا للشروط، طبعا في حالة الشروط راح احتاج الشروط موجودة على اليو وعلى الايه وعلى حرف اشتقاق اليو. بالنسبة لتي حبقى اكس وتي، اشتقاق بالنسبة لتي حيدي لي ايه فاي اكس بلس سي تي، وهنا حيدي لي ايه ماينس سي، يعني حاشتق الدالة اهو، حاشتق الدالة في ما بداخل الداله اللي هي الكومنت سهل سي، وراح اطبق الشروط بتاعتي ايه؟ اروح احط عند الاكس بزيرو الحل يساوي اف، وعند المشتقه عند الاكس عند التي بزيرو الحل يساوي الايه؟ الكي. الان اطبق الشروط، احرك الشروط بتاعتي هو يو اكس وزيرو، واروح احط ايه؟ احط التي بزيرو حيطلع عندي اف فاي اكس اف سايد اكس ويساوي ايه؟ اف اوف اكس. وفي المشتقة احط ايه التيب زيرو، التيب زيرو حيبقى عندي سي فاي برايم اوف اكس فين سي بسايد برايم اوف اكس ويساوي ايه ويساوي يو اوف اكس. وبكذا نستطيع التخلص من هذه الدوائر الاربيتري فانكشنز. يعني لو حليت الان بين هاتين المعادلتين لو جمعتهم مره وطرحتهم مره استطيع احصل على المطلوب. لكن قبل ما اجمع المعادلتين اطرحهم ابدا كامل الطرفين عشان يبقى مجاهيل فاي وسايد، فهنا كامل حيدي لي طبعا حقسم على السي، بحط سي على السي، اذا حيبقى عندي هنا فاي اوف اكس اوبسايد اوف اكس ويساوي طبعا حقسم على السي، يبقى واحد على السي وكامل الداله جيه حكاملها من الانيشال كونديشن اكس نوت الى اكس نوت جي اوف تاو دي تاو زائد ثابت التكامل. طيب الان من هذه المعادله وهذه المعادله نستطيع ان نحسب ايه الفاي. لو جمعت او لو جمعتهم احصل على فاي اوف اكس. لو طرح لو قلت هذه المعادله ناقص هذه المعادله حتروح الفاي مع الفاي واحسب منها على الاكسايد اوف اكس. طيب ومن هنا حنحصل على اذا الفاي اوف اكس هتدي لي نص اف اوف اكس زائد واحد على اثنين سي تكامل من اكس نوت الى اكس جي اوف تاو دي تاو زائد كي على اثنين. بالمثل الابسايد اوف اكس لو قلنا هذه المعادله ناقص هذه المعادله حتروح الفاي ويبقى عندي الايه الابسايد يبقى عندي نص اف اوف اكس ماينس واحد على اثنين سي تكامل اكس نوت جي اوف تاو دي تاو زائد كي على اثنين. اعوض بالفاي اوف اكس. طبعا انا عندي هنا عشان احسب هذه الدوال فاي حروح اشيل الارجيومنت هنا الاكس بالاكس بلس سي تي،
وبالنسبة للإكسايد حشيل الإكس وحط بدالها إيه؟ إكس ماينس سي تي أحصل على الحل. إذا نرجع للحل تبعنا، إذا اليو إكس تي تساوي أنص إف أوف إكس زائد سي تي بلس إف أوف إكس ماينس سي تي، تعويضات مباشرة الآن، أو زائد واحد على اثنين سي مضروب في تكامل من اكس نوت، حشيل هنا مرة اكس حبة زائد سي تي جي اوف تاو دي تاو ماينس اكس نوت، هنا حشيل الاكس لما اعوض بالدالة عند اكس باكس ماينس سي نوت سي تي قصدي جي اوف تاو دي تاو، وارجع هنا ابسط. طبعا التكامل هنا عندي استطيع اغير حدود التكامل، ارجع هنا من اكس نوت الى اكس ماينس سي تي واضرب في ماينس يبقى زائد، وبالتالي الاكس نوت حتكون بين القيمه هذه والقيمه هذه، وبالتالي استطيع اكتب التكامل على ايه؟ تكامل واحد. اذا حنقول يو اوف اكس تي او حنختصر الكتابه، حيبقى عندي نص اف اوف اكس بلس سي تي زائد اف اوف اكس ماينس سي تي، وهنا عندي يبقى عندي تكامل واحد من اكس ماينس سي تي الى اكس بلس سي تي جي اوف تاو دي تاو. وفي الحقيقه هذا الحل مهم جدا، احنا نسميه ايه؟ دالنبرت سوليوشن. انتبه لهذا القدر. طبعا في المحاضره القادمه ان شاء الله حنحاول نوضح لنا هذا الحل بالفعل، هذا الحل يونيك وموجود و يعتمد على بشكل متصل على الانيشال كونديشن وعلى الانيشال داتا، ومن ثم حنقول على هذه المساله ايه؟ انها معرفه بشكل جيد. طيب حكتبي بهذا القدر، وان شاء الله نكمل في المحاضره القادمه. اي استفسارات؟ طيب شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.